السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة شطرتم البنات. النهاردة مع بعض هنعمل الطاجن المكرونة باللحمة المفرومة بتاع المحلات اللي بنشتريه من محلات الكشري بطريقة سهلة وبسيطة جدا، هتعجبكم جدا ان شاء الله. طريقتنا بسيطة، هعرفك اسرار عمل طاجن بنحبه جدا ودايما بنطلبه، فقررت ان انا اعمله معاكم النهاردة في القناة. مكوناتنا بسيطة جدا، اول حاجة معانا لحمة مفرومة. الطاجن ده بيحتاجش اكتر من ربع كيلو، بس انا قلت بما اني بقى هعصق لحمة وكده خليني اعمل نص كيلو على بعضه، كان عندي في الفريزر ففكيته فقلت اعمله على بعضه. وعندي نص كيلو اللي هو كيس مكرونه، واهم حاجه تختاري نوع مكرونه كويس عشان ينجح معاك الوصفه، مش اي نوع مكرونه. نوع خامه المكرونه دي حلوه جدا، انا بستخدم اللي هي مكرونه الملكه. كمان يعني ده مكرونه الملكه، وكمان معايا هنا كوبايتين عصير طماطم، وبصله بصلتين، دولت بصلتين كبار، بحيث ان انا هاخد جزء احطه على اللحمه المفرومه وجزء منه هحطها في تسبيكه المكرونه، يعني هنسبكها مع بعض. ومعايا هنا بقى دي فلفله حمراء صغيره، قطعه صغيره، عايزه تقطعها اكبر من كده مفيش مشكله، بس انا مقطعاها بالحجم الصغير ده عشان ما تبانش. مع انا هعملها عصاجة مع اللحمة عشان بناتي ما بيحبوش الفلفل، بس هو بصراحة بيدي طعم حلو جدا، وخاصة الفلفل اللي هو الاحمر الحراق ده بيدي طعم حلو جدا للوصفة. ومعانا التوابل بتاعتنا، كمان هنستخدم سكر وملح وكمون وكزبرة وفلفل اسود وبهارات لحمة هنستخدمهم مع بعض واحنا بنعمل وصفة. يلا بينا نروح على الزجاج. وهنا جينا على النار اهو، حطيت حلة، انا مكبرة لكم الصورة عشان خاطر لان الحلة اللي انا عاملاها صغيرة على قد نص كيلو. نحط هنا شوية زيت كده وهنزل عليهم ببصلة كبيرة من اللحمة، من البصل، البصلة دي انا بشرها. خلي بالك ده كويس. وبعد ما خلاص هي بدأت تدبل معايا وريحة البصل وهي على النار كده تطلع معاكي، انا بحب ريحة البصل قوي في المرحلة دي بتبقى ريحته جميلة جدا، هبدأ انزل باللحمة بتاعتي. بدل ما تيجي تعملي وصفه وفيها تعصيج لحمه يبقى عصجي كميه على بعضها، وخد الكميه المناسبه والباقي حطيه عندك في الفريزر، بينفع في اي وقت تكوني مش فاضيه او اي حاجه تعملي حاجه سريعه بيها لاولادك. فيها هبدا اقعد اقلبها بقى لحد ما تاخد اللون، وبعد كده نحط لها البهارات بتاعتها. وده شكل اللحمه بتاعتي بعد ما خلاص لونها اتغير معايا، هنزل عليها بالفلفل الالوان. في موضوع الفلفل ده حريه، يعني انت تقدري تحطي فلفل، تقدري تحطي قطع طماطم، مفيش اي مشكله. وبعد كده هنزل بالفلفل الاسود والملح وبهارات اللحمه اهو، وهقلب كده. لو الناس اللي بتحب تحط قرفه مع اللحمه حطي قرفه، مفيش اي مشكلة. عايزة تحطي مرق الدجاج، بس انا ما بفضلهاش الصراحة، يعني مش في كل الاكل تستخدميها. وخلاص كده اهو عصجنا اللحمة بتاعتنا، هنبدأ بقى دلوقتي نشوف الخطوة اللي بعد كده. وهنا حطينا معلقة زيت عليها معلقة كبيرة من البصل المبشور، عايزة تكتري البصل مفيش اي مشكلة، بس انا مش عاوزاه يبان قوي. وهنا بقى لما تبدأ تدبل معايا هنزل بالطماطم، وبعد كده هنزل بالطماطم. لو انت عندك هريسه شطه حطي معلقه، بتفرق جدا في الطعم، بس في الحقيقه انا ما فيش عندي. وكمان عشان خاطر انا كنت هعمل، بس عشان خاطر البنات فما عملتش، لانها تكون حاميه جدا عليهم، وانا حاطه اصلا فيها شطه في اللحمه. فدلوقتي بقى خلاص هسيبها بقى تدي غلوتين كده مع نفسها، وهحط لها التوابل بتاعتها معانا. اول حاجه احط فلفل اسود، ملح وبهارات، واحط بعد كده رشه كمون ورشه كزبره.
دي كده كزبرة اهو، واحط دي بقى من اسرار المطاعم، الطاجن بتاع المكرونة بتاع المطاعم. تمام، وهحط شوية سكر كده عشان يظبطوا الحموضة بتاعة الطماطم عشان الأكلة كده ما تبقاش حامية. وزي ما انتوا شايفين كده هتغلي بس كمان غلوة، وهشيلها على طول، وهنبقى نضيف عليها ان شاء الله مية ساعة ما نيجي نجهز الطاجن بتاعنا. ودلوقتي هنا بعد ما جهزنا كل حاجتنا، تقدري تستخدمي طاجن فخار سواء صغير او كبير على عدد افراد الاسره، او ممكن تستخدمي اللي هو القالب بايركس برضو على حسب صغير او كبير، وممكن تستخدمي اللي عندي الطقم اللي هو الحلل ده، ممكن تستخدميه او تستخدمي اي حاجه عندك، ما توقفيش نفسك على حاجه. انا هستخدم الطاجن ده النهارده اللي هو الحلل البايركس دي، عشان انا ما عنديش ورق فويل في الحقيقه، فهستخدم الغطا وانا بدخلها الفرن. فدلوقتي هبدا انزل معاكم اول حاجه اللحمه المفرومه، حط كده طبقه كويسه يعني قيمه ربع كيلو، وهبدأ كده اسويها بحيث ان انا احط طبقة كويسة. تمام، بالشكل ده. ننزل بعد كده بالمكرونة بتاعتنا، بالظبط. ودلوقتي هبدأ انزل الصلصة بتاعتي، انا حطيت على الصلصة كوباية مية مغلية، وهبدأ انزلها كده على المكرونة بتاعتي. جميلة جدا والله، لو جربتوها تعشقوها وهتحبكم جدا. انا من الناس اللي بحبها جدا وبحب الوصفة دي قوي، فاتمنى ان انتوا تجربوها. دايما كنا بنشتريها الصراحة، فقلت بقى لأ، لازم ان انا اتعلمها في البيت واجربها لولادي. خلاص كده شايفه بيكون المكرونه بتاعتك بعد ما تكوني حطيتي كل الطماطم بتاعتك، بتكون المكرونه زي ما انت شايفه باينه معاكي، او زي ما انت شايفه بالظبط كده. واهم حاجه تظبطي الملح والبهارات بتاعتك بحيث ما تكونش ولا زياده قوي، تظبطي الحوض بتاعك ده من عوامل نجاح طاجن المكرونه. لو انت عندك ورق فويل تقدري تلفيه، بس عشان عايزه اقول لكم حاجه عشان مش حد يدعي عليا، الطاجن ده ما ينفعش تكوني تاخديه من مكان بارد تحطيه في مكان سخن، يعني ما ينفعش يبقى ساقع، ان كل المكونات بتاعتي سخنه. تمام، هحطها في الفرن مش هيحصل له اي حاجه. تيجي تطلعيه من الفرن يا ريت تطلعيه على طلعيه يكون هادي وما يكونش سخن قوي معاكي، او ان انت تطلعيه على اللي هو ستاند كده بحيث ان ما يلمش اي مكان بارد فيفرقع معاكي. انا بس حبيت اقول المعلومه دي عشان مش حديد عليا. بعد كده هغطيه كده وهدخله الفرن، ده بالغطا بتاع الحله بتاعتي، هدخله الفرن على درجه حراره 100. وده شكل الطاجن بتاعنا بعد ما طلعناه من الفرن يا حبايبي. ما اقولكوش بقى على الريحه بتاعته فظيعه جدا. هنطلعه كده، هنشيل الغطا، شايفين عامل ازاي؟ جميل جدا جدا جدا، بس خلي بالك عشان بيكون سخن كده ملهلب. تمام، هجيب بقى يعني لما تيجي قبل ما تطلعيه، هو اخد معايا بالظبط 40 دقيقه على النار لحد ما اتاكدت ان هو، شايفين مستويه جدا اهو، شايفين مستويه ازاي؟ اهي مستوي، عشان الناس اللي بتقول ده ما بيستواش، لا بيستوي زي الفل. دلوقتي بقى هنجيب طبق، فبنجيب بقى طبق حجمه اكبر. الحقيقه ما لقيتش غير الطبق ده اللي حجمه اكبر بحيث ان ينزل براحته في الطبق، فهبدا دلوقتي شوفوا، هبدا بقى اقلبه وهوريكم شكله النهائي. وده شكل الطاجن بتاعنا بعد ما قلبته، بس عشان وانا بقلبه لان الطبق بتاعي عارفه اللي هو ليه قاع شويه فنزل فريح من الجنبين معلش. المهم ان ده شكله النهائي، الاهم من الشكل هو الطعم. وصفتنا سهله وبسيطه النهارده، اتمنى يا رب تجربوها تعجبكم جدا جدا جدا. الوصفه دي جميله جدا، وتعتبر الوصفه الاقتصاديه، يا دوب ربع كيلو لحمه تقدري تعملي تقدمي وجبه جميله واقتصاديه لاولادك. وتقدري ايه ماريا؟ جميلة قوي. جميلة قوي؟ طب مش تسلمي عليهم الأول؟ بس يكون صحابي عاملين ايه؟
وحشتوني جدا. اتمنى تجربوا الوصفه بتاعتنا النهارده، ولو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسيش تعملنا سبسكرايب ولايك وشير. واسيبكم يا رب في رعايه الله.